شير وسبسكرايب كود الايتم شوب PHO2KW وقناة عادل PHO2KW. اليوم جينا بتحدي جديد بترامبو. طبعا احنا اول مره نسوي هذا التحدي، تحدي لعبه الغميضه. راح نلعب بترامبو، نبيكم تكونوا معنا لاخر فيديو، راح تشوفون مغامرتنا. احنا وايد متحمسين حق هالفيديو، واكثر واحد متحمس منه بودي. احلى شيء انه ماكو احد، المكان فاضي حقنا بروحنا. صح، مشكورين ترامبو اكستريم وروج، فضلنا المكان اليوم وعطونا اياه عشان نصور فيه ونعطيكم محتوى حلو، فمشكورين وايد ترامبو اكستريم. المهم احنا اليوم راح نلعب غميضه، بس عندنا قوانين راح نقول لكم عنها. طبعا تابعوا الفيديو. راح نخشب ترامبو كله، ما في شيء ما راح نخشبه. الصياد لازم يحوشنا بالكره عشان يصيدنا، مو بايدينا الكره. الحين راح نسوي قرعة نشوف منو فيها الصياد. يلا منو الصياد يا ترى؟ عادل بشاير. بشاير الصيادة. أنا الصيادة؟ إيه. أنا أفشل صيادة. إيه عدل. لا ما شاء الله وايد أفشل صيادة. ما اليوم ما راح نخلص وما راح تجي ولا أحد. إيه عدل. ليش ترى هذه قوية ماكو شغل قوية. يا ويلهم مني. الحين راح أحسب لهم دقيقتين. زين ما راح أشوفكم تعالي كذي. وهم راح يروحون يخشون، راح أحسب لهم دقيقتين. ما أدري وين نروح. شوف. نخش فوق هناك اول ما تجي. ليش فوق مكاني؟ صعب. انا راح اروح عكسهم كلهم. ترى انا وياك. شنو عكسهم؟ ليش لحقتني؟ ايش تبي؟ انا كيفي، انا قلد ابوي، انا كيفي. يلا يلا يلا. انا طحني، انا خش هني فوق. لا مسكر هني. وانا اي هاي تقول فوق فوق فوق. خش هني. عدادل تخش معي فوق هناك؟ وين؟ هني فوق هناك. يب هني سلم. تعال جاسم. بس هني سلم مو حق هذا، ما يودينا هني. شوف السلم وين يودينا، شوف. انظر. لا وين يودينا؟ سبقني هذا. سبقني بوبو. زين وين احنا ننخش؟ يعني ما في غير عواميد، يعني شلون؟ اروح تحت في الليل؟ اي باقي دقيقة ثانية. باقي دقيقة، الحين تقريبا دقيقة، الحين بعد دقيقة ثانية بضمير. شوف ما ابين هني ترى كلش. ما ادري وين نروح. ان شاء الله ما نشوفنا. احنا قاعد ننطر بعد شوي نغير مكاننا. روح تحت الفلين. ان شاء الله ما اختنق. روانك حل قلتي. احس اني ابين. فبروح اخش ورا هنا. تقدر؟ بطلته. خل سكرة عشان لا يدشون. تقدر تسوي كذي بيدينك وانا اروح فوق؟ ما ادري يمكن ما يصير. شوفوا بوبو وين نخش؟ المكان هذا صعب صعب، دائما انا افوز بهايد اند سيك. تدري شفت عدنان وين بنخش؟ ماما الحين تي باي رقم؟ الحين انا اخر ثلاث ارقام. شافت مكاني. خلصت. ثلاثة. شهر قاعد تحت. ريلي برا. أنا أحس إنها شافتني. لقيت وينهم؟ ما ادري دوريهم. بوبو شو لقيت مني؟ راسي برا. بوبو بي شو الله صعد. انا
انا اتوقع عادل وراي، بس اول شيء بروح ذاك الصوب، وايد مغري ذاك الصوب. عبالي امي، عبالي امي. الياس دونت كم هير، شو الكم فراس. شنو راح اسوي؟ راح انطرها تروح مكان ما تقدر تشوفني فيه، وراح انخش ان شاء الله ما اكون اول وحده. شوف منك تلقاهي منك كل شيء. صار لي ساعة ادورها واي ما اكون نفسها. انصحكم بالرياضة ابي افوز. المكان اللي انا منخشة فيه ما يبين، بس اذا يتو ساعدتني راح تسيدني بسرعة لان ماكو مكان لنا نحاش. انا وي اذا الاسفنج طاح راح تدري ان انا هنا. اذا شافتنا عادي لازم نطقنا بالكره عادي. تقدر في مربعات، في مربعات تقدر تحوشكم. انا شفت عدنان غير مكانه شافني. هذا أبوي قاعد ينهمش. أحطاح صادتني، صادتني. صادتني والله صادتني. غشاشة، أنتي غشاشة. سرعة سرعة راح أصيدهم. غشاشة. تعبت واجد. قاعد أقول بفوز أول واحد صوت. غشاشة والله شافتني من زمان. شفته من زمان بس هو الخش غير مكانه. صدق ولا ما صدق؟ اللي طقيتها؟ طقيتها. ضربة قاضية. يلا باجي. طلعت خوية. طلعت خوية وأنا ما أدري. ماي أمي خير. صادوا عدنا. صادت عدنان. شنو صادت عدنان؟ خلنا ناخذ لنا قفوة على ما بشاير. ابي بشاير يد. بشاير هناك. شوف صوبنا بس عتصيدنا. الصيادة الشريرة قاعد تدور. يا جماعة ما ادري ايش فيني الحمد لله والشكر. حرام صادتني والله كان مكاني حيل قوي. صادتك بابا؟ اول واحد صادتني انا غشاشة. قبل لا تبدي شافت وين مكاني جتني على طول. غشاشة امي. جو تعبان من الركض. راحت عند الدولة. بيصوبنا. المهم اني جكت روان. أنا وروان بمربع واحد. خلاص آخر قرار، ما راح أتحرك من مكاني. نحاش ونسوي دعب. شو راح أفضحكم أنت؟ راح أفضحكم.
اقبل كل كلام حقي بس عادي. راح ادش ما اقدر ما ادش. وي شلون يطلعون من هني؟ ابوي هاي شكلهم سلم. جاسم لو تروح فوق هني ترى ما تقدر تشوفك. حتى لو تروح بعيد. اي هذا هني فوق لو تصعد وتنسدح ما تشوفك. اي تنسدحون فوق ما تقدر. ما اقدر اطلع الحكات. حكرتي؟ انا بروحي اشيلك شوف عليك. تعالي كم لا اعطيني يدك. ما تقدر صدق والله ما تقدر تقول داخل ما في مجال. انا بنطها. لا تنزل لا كا 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 قصيت عليك. لا زلت تحت الانقاض. لا لفت صوبي لفت صوب. ساعدني اسلم روحك يا صيادة. الحين وين حصلها؟ ها؟ لا قطاح. انا بروحي طلع شفته؟ شفتوني خوي؟ انا فوز. لا انا فوز. انا 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 فوز. بسوي نفسي خوي انا فوز. شفت احد هناك؟ شفتكم؟ ليش طرّت؟ صادوه وأنا للحين. مايكل يا مايكل حشتك ياسر حشتك أنت ما هذا بوبو والله ما يعرفون ينخشون ما يعرفون ينخشون. باقي ماما حنان وعادل وحسين. صادوني تعبت وايد. انا بوبو خشين حرام صادوني. في السايد الثاني حنان. ايه حنان حنان قاعد يدوروني. يا 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 شفت حسين نحشت. هذا شو نحشت هنا؟ تعال عندي مكان تعال. صادت أبوي هني. تعال فوق تعال فوق والله ما تجي نط. بشاير بعيدة عني بشاير بعيدة. بس لازم بس حتشوف نفا انزل. تعال هني تعال تعال. بوبو شكو بوبو تدور علينا انت شكو. وانا الحاج عطاس ما حط علي انتي شو طقيتها صبتيها؟ ايه انا لو قاعدة مكاني احسن. كان ما شفتيك اللي وقت نخشة وين؟ ورا هناك. وين؟ هناك شوفي عبالي احد هني. ناس هني ماك احد. صادتني حنان بعد صادتني اعطيتوني عين. صادوا حنان. اوف والله صادتني حرام. والله شكلي انا بفوز. والله انا القوي. يد انت شفتنا. روح فوق روح. انكتم النفس عندي. حسين انا الخير. ما تدري يب انا الخير. ما يصير فوق يلا اطلع انت تعالي. بشاير يا صاحبي. اوه حرام كنت منخش خوش مكان حد خرب علي صادتني. امي وراي امي وراي.
ليش مو صيده بصيده؟ كأمي قاعد طالعني وانا ادري. عادل وحسين دائما يخربون القوانين. بتصيدني شنو الخش قاعد تشوفني؟ بشاير يمي. طبعا دائما اللي يخش وما يعرف القوانين ما يسويها عادل. عادل ها؟ انخش مو صيده بصيده. انت راح تشوفيني ويني؟ يلا انخش. راح تشوفين؟ عادل لازم تنخش. هاي تنسين. ها؟ اوكي. راح نخش. لازم تنخش. منخش. راح تطلع من اللعبة. منخش كا. ماما حنان اكيد غشاشة من خشة مو داخل ترامبو. شلون يعني ما الباب مسكر ما يطلع يعني احد. يعني ما تنخش برا هني ما تنخش بالترامبو. بشاير تدور علي. ماما حنان خوية نفس ولدها. عادل راح اطلعك في الجيم. رايح نخش. بابا يا المنقذ المنقذ يا تعال فوق يا شيخ يت يت والله قاعد طالعنا طالعنا حتى تشوفوا بسرعة ما دام كلهم متجمعين هناك يت لا وصل صعدنا لا والله عادل مو قادرة تطلع تعورها ما ادري ما بحنان خلاص ما راح اجيسها والله حرام كنت قبل الاخير انا هني سالتها قلت انا الاخير قالت ما ادري او انا نسيت ما بحنان ويانا بالتحدي اخي شغلتني طلعاني تحت الارقام عشان تعرفون انا خبره شوف هذا شو معرق خبرة خبرة بالرياضة بالتخشش وأنا ضغط فقلت لك إني خشب على ترامبو لأن غشاشة ليش دائما تغشين أنت دائما تغشين يعني السمعة السيئة سبقت فأنا ما دورت هني عدل إي أنا هني وروان هني المهم منو فايز الحين؟ كذاب غشاشة جابتني جابتني اوكي نحبكم وايد 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 لا تنسون تعطونا لايك شير سبسكرايب اكتبوا لنا كومنت حلو نفسكم وانجي انجي انجي كود لايك شو في